بسم الله الرحمن الرحيم. هنتحدث في المحاضرة اليوم عن Thermal Properties of Forms، الخواص الحرارية للصخور. أول وأهم خاصية عندنا هي Thermal Conductivity، تسمية حرارية أو تسمية حرارية. يتم تعريف Thermal Conductivity بأنها هي a measure material is ability to transfer heat، هي قابلية المعدن لتوصيل الحرارة. ويتم قياس وحدة قياس الثيرمال كوندكتيفيتي هي الوات بير كلفن متر. والعكس من الثيرمال كوندكتيفيتي هي الثيرمال ريزيستيفيتي، يعني الثيرمال كوندكتيفيتي هي موصلية حرارية، بينما الثيرمال ريزيستيفيتي هي المقاومة الحرارية. طبعا عندنا قانون اسمه فيورر لو، تحدث عن الموصلية الهيت كوندكشن أو الثيرمال كوندكشن، لأن الحرارة دائما تنتقل من الهوت ريجون تو كولد ريجون، يعني من المناطق الساخنة إلى المناطق الباردة. لابد فيه اختلاف في الحرارة عشان يكون فيه انتقال الحرارة. فيورر لو أو فيورر لو، قانون فيورر، ينص على أن الكيو على الاي اللي هي الهيت فلكس، جريان سريان حرارة، أحيانا نرمز بحرف الكيو فقط كابيتال، equals minus k اللي هي material is thermal conductivity. وأصبحت المواد، أغلب المواد موجودة معروف شن هي thermal conductivity متاعها، وفيش داود أنك تقدر ترجعوا لهم، موجود فيها thermal conductivity بكل مادة ولكل معدن. multiple في إيش؟ مضروبة في دلتا تي على دلتا إكس اللي هي temperature differences. ولازم نعرف أن الهيت فلو يزيد، يعني جريان الحرارة يزيد كلما زادت درجة الحرارة، تفاوت في درجات الحرارة، وكلما زادت مساحة المنطقة الملامسة لنطاقين مختلفين في درجة الحرارة، وكلما قل سمك المنطقة الفاصلة ما بين النطاقين. نعرفنا نوضح الكلام هذا بالشكل الموجود عندي على اليمين، الرسمة الموجودة عندي على اليمين، أني لو فرضنا أن عندي سطح اللي موجود عندي هذه هي مساحته A، سطح مساحته A، يفصل لي نطاقين، نطاق ساخن ونطاق بارد عن بعض البعض. الجزء اللي على اليسار الأسهم الأحمر اللي بلون أحمر، هذه هو النطاق الساخن ودرجة حرارة تاع T sub A. والجزء اللي على اليمين الأسهم اللي بالأزرق هو النطاق البارد ودرجة حرارة تاع T sub B. يفصل بيناتهم زي ما قلنا سطح مساحته A وسمكة D، هذه سمك المقطع. طبعا TA أكبر من TB، درجة الحرارة في الجزء اليسار أكبر من درجة الحرارة في الجزء اليمين. الQ هو سريان الحرارة بالسهم الأصفر، سريان الحرارة من الجزء الساخن إلى الجزء البارد. طبعا سريان بالنسبة للزمن مع عامل الزمن هي T small، يعني سريان الحرارة بالنسبة للزمن هيكون أعلى كل ما زاد مساحة المقطع. كل ما زاد مساحة المقطع دي، يعني كل ما كبر مساحة المقطع كل ما كانت سرعة سريان الحرارة بالنسبة للزمن أعلى. وكل ما كان الفرق في درجات الحرارة TA minus TB أعلى، كل ما كانت سرعة السريان أيضا أعلى. بينما إذا زاد سمك المقطع الفاصل بين الجزئين الساخن والبارد، كل ما زاد حتقل سرعة السريان، وكل ما قل حتزيد سرعة السريان. الثيرمال كوندكتيفيتي للفورميشنز تعتمد على عدة عوامل، من ضمنها الحرارة والضغط والبوروستي والكومبوزيشن and properties of pore filling fluids and gas. يعني تعتمد على الحرارة والضغط والمسامية والتركيب الكيميائي، وعلى خواص السوائل اللي تعبي الفراغات سواء سوائل أو غازات. وطبعاً الـ values of thermal conductivity ranges widely for rocks and pore filling substances، يعني في تفاوت كبير في درجات في قيم thermal conductivity بالنسبة للصخور والسوائل اللي تعبي لي إيش تعبي الصخور. ومثال على ذلك لبعض مثال، يعني thermal conductivity لبعض أنواع المواد أو بعض الصخور الموجودة عندي في الجدول رقم واحد
يوضح لي thermal conductivity of some geological materials زي the earth's crust بشكل عام, الروكس, sandstones, shales, limestone, water, بعض الفلويد زي الووتر والأويل, كل واحد ذا حاطين thermal conductivity متاحة قابلها, وأيضا source اللي هو المصدر اللي استنبطنا منه القير عادي. الشيء الثاني في thermal properties of rocks هو thermal or heat capacity, السعة الحرارية. السعة الحرارية تعرف إن هي كمية الطاقة المطلوبة لزيادة درجة حرارة وحدة كتلة من المادة بمقدار 1 درجة مئوية. أيضا تدل على قابلية الطبقة لتخزين إيش الطاقة. يرمز للثيرمال كاباسيتي بالرمز C, ومعادلتها إن C equals Q على الدلتا T, وعرفنا إن الـQ هي الهيت إنرجي اللي تعبر المقطع, والدلتا تي هي درجة الحرارة. أيضا وحدة قياس الهيت كاباسيتي هي الجول على الكالفين أو كالوري على سنتيبيل. الهيت كاباسيتي تعتمد اعتماد كبير على الكتلة on the mass. It depends on the mass. يعني إيش؟ يعني كل ما زادت الكتلة كل ما زادت قابلية أو السعة الحرارية كل ما كانت أكبر, بينما كل ما قلت الكتلة كل ما كانت السعة الحرارية أقل. الهيت كاباسيتي نقدر نقسمها إلى نوعين أو تقسم إلى نوعين اللي هي specific heat capacity و molar heat capacity. ال specific heat capacity هي كمية الطاقة أو كمية الحرارة المعطاة لمقدار 1 جرام of solid or liquid to change the temperature by 1 centigrade. هي كمية الطاقة اللي نعطيها لواحد جرام من للسوليد عشان نزيد درجة حرارتها بمقدار 1 درجة مئوية أو 1 كلفن. إذن specific heat capacity خاصة بالسوليد والليكويد فقط, نرمز لها بالرمز S ونعبر لها رياضيا إن S equals Q على M اللي هي اختصار لماس لكتلة multiple في دلتا T, بينما المولر هيت كاباسيتي هي كمية الطاقة المطلوبة لأي غاز of one mole to change in temperature by 1 centigrade. أي بمعنى أن المولر هيت كاباسيتي هذه هي خاصة بإيش؟ خاصة بالغاز فقط. It is the heat capacity for gas. ويرمز لها بالرمز C sub M, ورياضيا نفس معادلة الspecific heat capacity, لكن نستبدل طبعا الام بالان اللي هي number of molars. طبعا molar heat capacity ممكن نتلولها بشكلين at constant pressure and at constant volume, باعتبار ان نحن نتحدث عن الغاز. الشيء الثالث في thermal properties of rocks هو thermal diffusivity, الانتشارية الحرارية. الانتشارية الحرارية نقدر نقول انها هي سرعة انتشار الحرارة بواسطة الكوندكشن أثناء التغيير في درجة الحرارة. طبعا كل ما كانت قيمة الثيرمال ديفيسيفيتي بالنسبة للمادة عالية, كل ما كانت سرعة انتشار الحرارة أعلى عالية, وكل ما قلت كل ما قلت سرعة انتشار. والثيرمال ديفيسيفيتي مرتبطة بإيش؟ مرتبطة بالكوندكتيفيتي, ثيرمال كوندكتيفيتي, وال specific heat capacity و density. أي بمعنى أن thermal diffusivity اللي هي نرمز لها بالرمز alpha equals thermal conductivity مقسومة على density مضروب في specific heat capacity. طبعا عملية الانتشار اللي هي diffusion processes, عملية الانتشار ممكن تقسم إلى نوعين, steady state و non-steady state. في ال steady state diffusion, steady state diffusion take place at a constant rate, يعني يحدث بمعدل ثابت, هذا بالنسبة للsteady state. يعني نقوله once إن the process start, عملية انتقال الحرارة بدأت, يقول لك إن number of atoms crossing a given interface, عدد الذرات اللي هو يعبر الحاجز أو الفاصل ثابت مع الوقت.
بينما في النون ستيدي ستيت ديفيوشنز هي عمليه معتمده اعتماد كلي على الوقت، ومعدل الانتشار هو متزامن مع الوقت، يعني مرتبط بالوقت على الاقل. النقطه الرابعه عندنا في ترم البروجريسس هي الميلتينج بوينتس اوف روكس اند مينرالز، يعني نقطه انصهار ونقاط انصهار الصخور والمعادن. الميلتينج بوينت هي نقطه انصهار الماده او نقطه انصهار الماده، اي ماده هي درجه الحراره التي يكون فيها الحالتين الصلبه والسائله في حاله توازن مع بعضهم، ويمكن للماده بعدها التحول من احدى هذه الحالات الى الحاله الاخرى. وعمليه التحول من حاله الى حاله تسمى بالفيوجن بوينت او الفريزنج بوينت او كريستاليزيشن بوينت. ايضا عندي مصطلحين ذا سوليدوس تمبريتشر والليكويدوس تمبريتشر. ايش هي السوليدوس تمبريتشر؟ هي درجه الحراره اللي اقل منها تكون الماده موجوده يعني بالكامل في حاله صلبه، بينما الليكويدوس تمبريتشر هي درجه الحراره اللي تكون عندها الماده موجوده بالكامل في حاله انصهار وتكون متجانسه، ولا يكون هناك وجود للكريستالز بلورات معدنية within the substance above this temperature، يعني لا يمكن وجود بلورات معدنية في المادة أعلى من درجة إيش الليكويدوس تمبريتشر. الميلتينج بروسيس عملية الإذابة تتطلب وجود طاقة إضافية عشان حول المادة من حالة صلبة إلى حالة سائلة، وكمية الطاقة الإضافية اللي نحتاجوها تسمى latent heat of fusion، يعني في حالة تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة فهي كمية الطاقة الممتصة بواسطة هذه المادة، أما في حالة العكس هي تحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة فهي كمية الطاقة المفرغة، يعني أنا قاعد نفرغ في طاقة نفرغ في حرارة عشان تحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. طبعا البارامترز هذه كلها latent heat of fusions وال أو fusions point والcrystallization point هذه كلها نقاط مهمة نحتاجوهم في تحليل إيش الهيت كاباسيتي السعة الحرارية، وفي معدل انتقال الحرارة أثناء تكون الماجما وأثناء صعود الماجما على السطح، والماجما إيربشنز وتوران الصهير خروج يعني على البراكين وفي الفيسيس على السطح، وأيضا في عوامل عمليات أخرى مهمة. النقطة الأخيرة هي effect of thermal anisotropy. المصطلح anisotropy can be defined as an observed difference، اختلاف ملاحظ، when measurements are made on different axes of a given material، لما نحن نأخذ في حساب أي شيء على المحاور مختلفة لإيش للمادة، أو بشكل مختصر آخر هي طبعاً الأنيزوتروبي هي خاصية في المادة، فلا نقدر نقول إن الأنيزوتروبيك سبستنس أو الأنيزوتروبيك ماتيريال هي الماتيريال which change their properties with direction، هي المواد اللي تتغير في خواصها، تظهر تغير في خواصها بتغير ايش الاتجاه اللي موجود عندي في المادة، يعني الخواص في الاتجاه الافقي مختلفة عن الخواص في الاتجاه العمودي. وبذلك سايمونز عالم اسمه سايمونز في 61 قال ان الثيرمال كوندكتيفيتي الموصلية الكهربائية المحسوبة في بير واحد، واخذين قراءة من بير واحد في anisotropic rocks rock في صخر خاصيته anisotropic ما هوش isotropic، يعني يظهر في اختلاف في خواص الصخر بتغير ايش الاتجاه الاتجاهات المختلفة، مش راح يعطيني the thermal conductivity نفس the thermal conductivity في اتجاه موازي لايش لاتجاه البحر، يعني انا قاعد ناخذ في قراءات بشكل عمودي حتعطيني قراءات مختلفة وأنا نأخذ فيها بشكل إيش؟ بشكل أفقي، لأن الصخر الموجود عندي هذا الصخر أنايزوتروبيك.
كلوزرز اند هينجز 95 صنفوا الانيزوتروبي الى ثلاث اصناف: انيزوتروبيك اوف مينيرالز، هذا مايكروسكوبيك سكيل مقياس مايكروسكوبيك، وانيزوتروبي اوف روك، يعني لاحظنا ان زياده في السكيل من مينيرالز لروكس، عارفين الروكس هو مزيج خليط لمجموعه معادن، هي لابوراتوري سكيل مقياس نعمل، وانيزوتروبي اوف روك كومبلكسس، يعني لمزيج من الصخور، انواع مختلفه من الصخور، وهذا حيعطيني ريجونال سكيل اريال اور ريجونال سكيل. هيك حنكون كملنا الشابتر الخاص بالثيرمال بروبرتيز اوف روكس. ان شاء الله تكون كل المعلومات اللي شرحناها واضحه، بالتوفيق للجميع ان شاء الله.